حق نفسنا علينا أن نعتذر لها عن سوء اختياراتنا لبعض الأشخاص الذين سمحنا لهم بدخول حياتنا. قد نكون فعلنا ذلك عن طيب قلب أو سذاجة في غير محلها، أو محبة لم نكن نعرف أنها ليست للشخص المناسب، أو نكون فعلنا ذلك متسرعين وغير مدركين أننا منحنا من لا يستحق فرصة دخول حياتنا وإيذائنا من حيث ندري ولا ندري. نعم، نعتذر لأنفسنا من أنفسنا أننا كنا أقل إدراكاً لحقيقة الآخرين وأصل معادنهم. بعد الاعتذار يكون الدرس والقرار.